السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله اليوم نقدم لكم واحد الفيديو على واحد سميتها طلبتها مني واحد المتتبعة اللي هي طامية، معروفة بزاف في الشرق وجدها الجزائر دوك النواحي، كيديروها الناس في المناسبات. تبعوا معايا، عندي هنايا نص كيلو ديال الطحين محمر، انا درت هنا الطحين الحرش، وعندي هنايا باسطة بالشكلاط. غادي نفرغ هاد نص كيلو ديالي ديال الطحين في اناء، نزيد عليه هاد الباستا قد ما بغيتو، انا درت بالشوكولات. الا درتو الشوكولات المر ما ديرو السكر، ولا درتو الشوكولات الحلو ما ديرو السكر، حيت هاد بيمو حلو. كاس ديال الزنجلان محمر بسيطة بزاف وزوينة مع أتاي، طلبتها مني واحد المتتبعة. يالله شحال هادا، يالله لبيت لها الطلب ديالها، تسمح لي بزاف مع المشاغل ديال الوقت. هنخلط هادو، هاد باسطا بيمو كل بلاصه شنو كتقول ليه، راكم شفتوه المهم قبل لا يتطحن وملي طحنتو. هاد معلقه ديال السكر ما كانش عليا نديرها، جاني حلو بزاف، اللي كيبغي الحلاوه يديرها، اللي ما كيبغيش ما يديرهاش، حيت درت السكر حلو ودرت بيمو حلو ودرت الشوكولا حلو، يعني الحلاوة بزاف. لا غنزيد دابا الشكلاط، هذا الشكلاط حلو اللي كنديرو مع الحليب. بودر شوكولا اللي كنديرو مع الحليب، جوج معالق. المره الجايه ان شاء الله ما غاديش ندير السكر، غنكتفي غير بيمو وشوكولا، ولا ندير شوكولا مسس مر. كنخلط هاد المقادير، هانتوما تبعوا معايا. بقتها واش حلوه؟ جاتني حلوه بزاف. صافي دابا غادي ندير الزيت، الزيت عادي اللي كنطيبو بيه، ها هو كاس. انا ما غاديش نديرها مدمه بزاف، ما نديرش فيها ليدان بزاف، غير باش يجمع ليا الطحين. كل بلاصه كيفاش كدير ليها. انا بغيتها غير بحال هكا بحال هكا صافي. انا ذقتها زوينه زوينه، الكوتي زوينه، الفطور الكاس الثاني.
انا غندير الديه نخلطها مزيان مع الزيت، كتجي لذيذه بزاف كيحبوها الاطفال. هي تقريبا بحال السفوف ولكن ناقصه يعني بزاف على السفوف. صافي غنكتفي بهاد الزيت اللي درت ليها، ما غاديش نزيد مازال. اللي بغى يزيد الزيت يزيدها. على فكرة الا درتي لها الزيت بوحدو راه تجلس عندك مدة طويلة، يعني شهر شهرين في الشبواطة، وإلا درتي لها الزبدة كتجلس غير واحد الفترة قصيرة صافي ما كتبقاش زوينة. الزيت حسن، وبنادم دائما يصاوب القياس، صايب القياس اللي غادي يستهلك ديك الساعة اللي غيستعمل. انا كيما قلت لكم انا صايبت غير نص كيلو حتى يتكال. صافي ها هي دلكتها مزيان مع داك المكونات اللي درت ليها، جات زوينه بزاف. طيب واحد الحاجة كون ما درتش فيها السكر يكون أحسن. هذا هو الشكل النهائي ديالها، أنا درتها في القلب ديال الحلوة باش تعطي ديكور زوين، وزوقتها بهذا الشي اللي عندي اللي تواجد عندي، الكاجو اللوز وهذا اللي بون ديال الأطفال. هذه هي اللي هذا هو الشكل ديالها، يعني ما فيهاش زيت بزاف، يعني ما هزاش ليدام، يعني فيهاش ليدام بزاف خفيفة. انا هكا عجبتني زوينة صراحة. انا كندير لكم البصمة كيكون زوينة، وهالشكل النهائي ديالها مزوقتها. اللي بغى يحط الدفن ديالو بحال هكا يحطها ويحط مع الطويسلات وبدا يقطع، كل واحد يقطع ليه داكشي اللي باغي. يعني هكا الا جا عندك ضيف في العشيه ولا شي حاجه هانتوما، هذا هو الشكل ديالها، كتجي زوينه بزاف مع اتاي مع القهوه. اللي كيشرب القهوه ورا الغدا ولا زوينه حتى تديها معاك للعمل، اللي خدام يديها في شي بواطه. المهم هذا هو الشكل ديالها، وهذه بحال هكا كما قلت لكم. الا جو عندك الضيفان غتقطعي ليهم غير من هذه شويه تحطها بحال هكا، تقطعي ليهم طويسلات. والى فيديو قادم ان شاء الله بحول وقوه. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، جزاكم الله خير على المشاهده.